من حسن حظ وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، فإن طبق الفطر السحري السام الذي تناولته في أحد مطاعم بكين الشهيرة خلال زيارتها الأخيرة إلى الصين كان مطهواً بشكل جيد. يلين تناولت طبق فطر يدعى جاين شوكينغ أو انظر لليد الزرقاء، قبل أن يتبين أن ما أكلته عبارة عن فطر قد يكون ساماً وله مفعول مهلوس. الوزيرة الأمريكية في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية قالت إنها لم تكن على علم بأن هذا الفطر يحتوي على مواد مهلوسة، وإنها وفريقها لم يتأثروا. الحادثة التي أشعلت زوبعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي علق عليها القنصل العام الصيني في نيويورك على حسابه في منصة إكس، مؤكداً أنه من حسن حظها أن المطعم طبخ الفطر جيداً، وعلق ضاحكاً أن الطبق تحول إلى علامة مسجلة باسمها وساهمت في شهرة المطعم. الطبق المثير للريبة هذا مصنوع من فطر لانما وأسياتيكا الذي تتحول أجزاء منه إلى اللون الأزرق عند تقطيعه، وقد يكون ساماً وله آثار مهلوسة إذا لم يطهى بشكل جيد.